طيب على ذكر الفرحة، كاين فرحة من فرحة، وكاين أحيانا ناس تفرح بتلقائية ثم يحدث أشياء ربما يعلق عليها البعض. شفنا كامل تم تناقل فرحة اللاعب السابق لفريق اتحاد العاصمة اللاعب محمد حمدود، وكانت الفرحة تلقائية بسيطة، أنا شفتها بعفوية محمد حمدود، بعفوية المناصر. وربما هذا الشيء بعد انتشار هذا الفيديو، حمدود خرج إلى العلن وطالب بسحب الفيديو، وقال حتى أنه غاضب بسبب بعض التعليقات. فكان لابد أن أتصل محمد حمدود، بس قدما نهضر معاه يليق نقول لكم حاجة، بأن محمد حمدود هو أصلا لا يحب الكلام في الإعلام كثيرا. يعني قبل فترة هو كان معايا في برنامج كلام مباشر، شرفنا بالتدخل هنا، وبعد إلحاح منا لأنه هو أصلا لا يحب الكلام كثيرا في الإعلام. وبعدها كانت عنده مشاركات أخرى في الشروق في برامج زملاء آخرين، وبالتالي فحمدود هو أصلا لا يحب الظهور كثيرا، ربما هذا هو سبب عدم رغبته في انتشار هذا الفيديو، رغم أنه كان تلقائي وعفوي من وجهة نظري. بصح مليح نسمع أيضا وجهة نظر محمد حمدود. مرحبا بك محمد حمدود معنا عبر سكايب. قادة أهلا، بارك الله فيكم اللي أعطيتنا الفرصة هذه باش الواحد مرحبا يوصل الميساج. هذه هي أنا مدبية، الرسالة التي كتبتها على مواقع التواصل الاجتماعي توصل إلى الرأي العام. إلى الفيديو كان تلقائي عفوي، فرحة تلقائية تاع واحد مناصر لاتحاد العاصمة، عاشق لكرة القدم، مارس كرة القدم. بصح واش هي الحاجة التي جعلتك محمد حمدود تدعو الناس إلى سحب هذا الفيديو؟ والله هو في كلام كثير على هذا الفيديو هذا، وكان ناس اللي أرادت الاستياد كما يقولوا في المياه العكرة. لهذا كتبت باش ما ننساش وش رايح نقول. هي كانت فيها فرحة على كل حال إستيرية بعد فوز فريق اتحاد العاصمة بكأس إفريقيا، وهذه الحركة كانت عفوية لا إرادية، ولم أمثل فيها، لم أقوم بها لإرضاء بها شخص معين أو جماعة معينة. سعادتك ليس فيها لا ميول لجماعة معينة أو حزب معين، باش الناس تفهم. وباش نأكد على حاجة، ليس من الدين شيء في بعض كما بعض مرضى القلوب من كان يريد إحداث الفتنة بربط هذه بهذا، فكون هذه الحركة ليست من الدين فهي جاءت عن عين، وإن كانت غير لائقة في الدين فهي نصيحة. هذا وش نقدر نقوله. هو محمد حمدود يعني طيب أنا ما نش باغي ندخل، هي مسألة الدين مسألة شخصية، تعرف أي واحد حر في أنت طبعا ما شاء الله عليك ملتزم دينيا وكذا، ربما الأمر أنك لا تريد لصورتك أن تنقل على أساس أنها فرحة خرجت عن المعقول هكذا. هذه ما باش الواحد كما قلت انتقدها، أنا أريد أن أستقيم التزام حاجة، أنا أريد أن أستقيم. الحمد لله.